تخيل التصور لما قمر في البداية كان بيغني إنجلش وكان شيماء وعصا. الحقيقة أنا سعيد جدا بتدريب الثلاث أصوات، لأنه أنا من أول يوم سمعت كل حد فيهم عنده حاجة غير التاني. يعني قمر كان بيغني إنجلش وكان في عصام وشيماء الاثنين نوعين مختلفين من الأصوات، صوتين مختلفين، ولكن كان أهم ما يميزهم هو تميز وانفراد خامات أصواتهم. يعني حقيقي صوت شيماء وصوت عصام أصوات منفردة، أنا أصلا ما سمعتش أصوات شبههم قبل كده، لدرجة إن من النهاردة أو دلوقتي تقدر لو سمعت أي جملة من أي حد فيهم تعرفه على طول، صوت مميز، وده شيء بيهمني جدا. الحقيقة عايز أقول إن المغرب بلد يعشق الفن ومنتج للفن. النهاردة عندنا أصوات كتير جدا كانت في البرنامج من المغرب، ومش بس المغرب، المغرب العربي كله، والوطن العربي بالكامل، الخليج ولبنان وسوريا ومصر والسودان. أنا كان عندي صوتين كمان من السودان، صوتين كانوا مهمين جدا. وده يمكن شيء لازم نشكر عليه برنامج ذا فويس وام بي سي، انه النهارده بقى في مكان بيجمع كل اصوات الوطن العربي باختلاف ثقافاتهم، سواء كان من المغرب للخليج للسودان لليمن لبنان وسوريا ومصر. حقيقي الوان موسيقيه مختلفه، ثقافات كتير مختلفه، قدرنا نستمتع بيها ونقدمها للجمهور العربي بشكل مميز. وكانت النتيجه الحمد لله النهارده انه الناس بتثني على اصوات كتير جدا، وانا اتوقع ان شاء الله الموسم الرابع من ذا فويس هيخرج نجوم حقيقيين للوطن العربي ان شاء الله هيكمل. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.